سماحة شيخ، ذكرتم بأن الحكومات المستبدة هي أساس العائق الثقافي، لكن إذا تحدثنا عن أهم العوائق أمام الإصلاح الثقافي ما هي؟ نعم، كما ذكرنا هناك جانب سياسي وهو الاستبداد يعيق عملية الإصلاح. هناك جانب آخر وهو الجانب الثقافي، والذي يعبر عن وجود منظومة إن صح التعبير عنها أو حزمة كبيرة من أفكار التخاذل والتواكل والخرافة في داخل المجتمع، وهذه مع الأسف الشديد تم تكريسها خلال قرون من الزمان عبر التلقين المستمر، عندما يلقن المجتمع بشكل مستمر مفاهيم ليست صحيحة، بل ليست مفاهيم، هي خرافيات. وين منشأ سماحة الشيخ أو ما الدافع بأنها تغرس في المجتمع؟ المنشأ مالها في الغالب هو الفهم الخاطئ وبعض ما نسميه بالمغامرين. يعني لنفترض زيد من الناس يريد أن يسيطر على المجتمع أو على قسم من المجتمع، ليس عنده شيء حقيقي، فماذا يصنع؟ يبدأ في بث الأفكار الخرافية غير الصحيحة، مثل أدوار المشعوذين، أدوار من يتعاطون السحر، من يتعاطون هذه العادات. هناك دراسة جميلة قام بها باحث مصري واسمه دكتور محمد عبد العظيم، يقول بحسب تقديراته، هو يقول يوجد في العالم العربي ما يقارب من 250 ألف إنسان ضمن مسلك الشعوذة والسحر وبث الخرافات من هذا النوع. إذا فرضنا أن هذا الرقم رقم قريب من الصحة، وعلمنا أن العالم العربي يتجاوز 100 مليون بقليل، فمعنى ذلك أننا نتحدث عن أن لكل 500 شخص في العالم العربي تقريبا يوجد هناك شخص مشعوذ يتعاطى الأعمال السحرية ويخلط هذه الأمور بخرافيات لا تتصل. أنت مريض لماذا؟ لقضية لا تتصل بالطب أصلا. المجتمع لنفترض يعيش مشكلة العنوسة على سبيل المثال، لماذا يعيش مشكلة العنوسة؟ لأنه مثلا هذا معمول له سحر وذاك مكسور على بابه بيض والثالث معقود له سحر في كذا، ومع الأسف هذا الأمر أصبح جزءا من الجهاز الرسمي في بعض الأماكن، مما يذهل الإنسان. بالإضافة إلى يلقى رواج في المجتمع، يلقى رواج، هذا يلقى رواج افترض من الجهلة ومن قسم كبير من اليائسين. يعني لنفترض فلانة أو فلان من الناس ضاقت به السبل الطبيعية، بدل أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو مسبب الأسباب في كل شيء، يخطئ الطريق فيذهب إلى هذا المشعوذ أو ذاك الذي يدعي السحر أو هذا الذي يقول عندي الحل والربط وأنا أعطيك الولد بعدما كنت عقيما، أو أعقب عدوك بعدما كان ولودا، أو أجلب الزواج لهذه بعدما كانت عانسا، أو أمنع النصيب والحظ عن هذه الأسرة. وقسم من الناس يصدق هذا الأمر مع شديد الأسف. هذا في المجال الاجتماعي. أسوأ من هذا عندما تقوم بعض الأجهزة الرسمية باعتماد هذه الخرافات
باعتبارها حقيقة واقعة. نقلت الصحف والجرائد قبل سنتين ونص أن في إحدى الدول الإسلامية قبض على أحد القضاة وقد اختلس مبلغا كبيرا من المال، حوالي 15 مليون. فلما جاءوا حاكموه قال: لست أنا الذي صنعت ذلك، وإنما أنا مسحور، يوجد جني في داخلي هو الذي قام بهذه الأشياء، وأنا كنت مسلوب الإرادة أمامه، هو الذي وقع الشيكات، هو الذي ما أدري، يعني اضطرني لأن أعمل هذه الأمور. والعجيب أن بعض الجهات الرسمية قبلت هذا الكلام ورتبت الأثر عليه. هذا انهيار لا يصدق في الفهم والمعرفة، أن مثلا هيئة قضائية اللي يفترض فيها أعلى درجات الحرفية والقانونية وأن تتمسك بالأدلة القاطعة والبراهين الدامغة في إدانة أو تبرئة هذا الشخص أو ذاك، فإذا بها تنصت لخبر أنه سحر وأن هذا مسحور من قبل كذا واختلس المقدار. حسب تعبيرنا راحت على بعض الرؤساء اللي اجوا عزلوهم وسووا لهم مشاكل، وانا اقول احنا ما كنا نسوي، اللي سواه كان جن في داخل ابداننا، هو الذي كان يعدم وهو الذي كان يختلس وهو الذي كان يخون. فهذه ايضا من المشاكل الحقيقة الموجودة في عالمنا، ان هناك حزمة من الافكار الخاطئة تحتاج إلى كنس، تحتاج إلى مواجهة. هذه أشبه بالأثقال التي تشد رجلي المجتمع من النهوض، المجتمع الذي يصادر الأسباب. القرآن يقول له: إن تخلفك بسبب كسلك، إن عدم نجاحك بسبب عدم سعيك. يقول: لا، هذا يقول له: لا، عدم نجاحك لأن شخصا قد عمل لك عملا، وتخلفك لأن واحدا قد سحرك. أين هذا الأصل الثقافي التقدمي الذي يسنه القرآن والذي يربط فيه الإنسان بالمسؤولية؟ أنت المسؤول عن مصيرك، وأنت ما تصنعه هنا ينتج هناك، وبين شخص آخر يقنع المجتمع أنه لا دخل لك في المسألة، هناك قوى، هناك جن، هناك سحرة، هناك أمور غيبية هي التي تتقاذف بمصائر الناس يمينا وشمالا وأنت عاجز أمامها. شتان بين هذين المنهجين.